ولي الساحل بشكل عام اهتمام من باب المندب لا ميدي بإذن الله. وهذا هي مهمتنا كرجال دولة وكمقاومة وطنية، أن احنا نعمل على تحرير الساحل كامل من هنا لا ميدي. نكلف الحكومة ونهتم بالمنطقة. أي مشروع استراتيجي هو مشروع دولة. بنواجه عدو مجرم، عدو قذر، ذراع من ذراع إيران، يريد أن يسخر المنطقة ويجعل باب المندب شبيه بمضيق هرمز. إيران بتتبلطج في مضيق هرمز، تريد أذرعها هي الذي تتقطع للتجارة الدولية، تخرب في باب المندب، وإيران تكون بعيدة. الحوثي ما هو إلا ذراع من أذرع إيران القذرة في المنطقة، يريد أن يخرب على اليمن ويستخدم اليمن لتنفيذ مشاريع الملالي والعمايم حق إيران. أبناءنا وأخوتنا الذي ما زالوا يعملوا مع الحوثي، انصحوهم وناصحوهم وعليهم العودة إلى بلادهم وإلى قراهم آمنين. فيوجيهكم يا مشايخ الحفاظ على أمن وسلامة البلاد. الذي يشتغلوا في التهريب مع الحوثي هو إيش يدخل؟ يدخل ديناميت ويدخل باروت ويدخل ألغام ويدخل طائرات ويدخل صواريخ. أمن لكم دخول بضايعكم، وميناء المخام مفتوح، بدل ما تروح تهرب وتتعب وذا دخل بضاعتك، واحنا نحاول كيف نخفض الرسوم على هذا البضاعة. نشتي نتكاتف ونكون يد واحدة في مواجهة العدو، ما هوش بس بالمعركة، مواجهة اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، ثقافيا. العدو يريد أن يفرض علينا ثقافة دخيلة على بلادنا، ثقافة إيران والتشيع والاثنى عشرية. احنا ثقافتنا ثقافة يمنية إسلامية، احنا آمنا برسالة مع محمد بن عبد الله على الإسلام الصحيح، وقال عنا أرق قلوبا وألين أفئدة. ما شو إسلام الضرب وإسلام الجلد وإسلام الحوزات، هذا ما نشتيه احنا ولا هو في ثقافتنا. عندما يتكلم عبد الملك الحوثي عن الثقافة الإيمانية، نحن نتكلم عن الثقافة اليمنية. الذي آمنوا برسالة، آمنوا في زمن سيدنا سليمان وآمنوا في زمن سيدنا محمد برسالة. نوعي أبناءنا وأخوتنا ومشايخنا في المنطقة لمحاربة الإرهاب الحوثي، محاربته بالعقل وبالفكر وبالدين وبالاقتصاد. عندما نحاصره من تهريب أدوات الموت حقه، هذا جزء من مهمتكم. مش كل شيء على طارق ولا على العمالقة ولا على قبر السواحل. مصالح المنطقة نبنيها احنا وانتو. شتو تبنوا مصالح؟ نكبر تجار ولا نجلس نهرب فوق زعايم فلان عنده سفينة سنتين ثلاث ويدخل رسمي. تجار كبار واحنا ندعمكم، نقدم لكم التسهيلات، نقدم لكم الرعاية، وننسق لكم مع موانئ جيبوتي، مع موانئ دبي، مع موانئ السودان، مع مصر، مع كل مكان. تعالوا نشتغل لمشروع اقتصادي كبير للمنطقة. ما نجلس غير فوق السنبوك. المنطقة موقعها الاستراتيجي أهلها لأن تكون منطقة تجارة حرة للإقليم كامل. فنرجو أنه نتعاون ونبدأ خطوات، والألف ميل تبدأ بخطوة. لا نقول في شيء صعب، ما بيش في شيء صعب أمام الرجال وأمام الإرادة القوية. احنا بدأنا في المقاومة الوطنية من الصفر، جمعناها على جندي بعد خروجنا من صنعاء داخل عدن، واحتضنونا الأخوة في عدن وما قصروا معانا. أبناء الجنوب في عدن وأخوتنا في الانتقالي كانوا خير سند وخير أخوة لنا، إلى أن قامت المقاومة الوطنية وحققت هذه الإنجازات، والآن موجودة كقوة رئيسية. وأنا أعتبر أي مواطن يقاتل الحوثي هو منتسب للمقاومة الوطنية. مشروع المقاومة مشروع واسع. من يؤمن باستعادة الدولة ويؤمن بعودة الجمهورية اليمنية وعودة النظام والقانون واستعادة صنعاء فهو ينتمي للمقاومة الوطنية. المقاومة الوطنية ليست محصورة في طارق وفي عبد الجبار وفي يحيى وحاج وغيره. فأرجو أنه نكبر بكبر المشروع، والساحل هو انطلاقا لتحرير اليمن. يا أبناء المنطقة احنا معكم، ننمي اقتصاد، نبني مرافق، نصلح وحدات صحية، سنكون سباقين في رعايتكم. نشتي تعاونكم ونمنع أي تعديات، ونسهل عمل المنظمات تقدم لنا خدمة، نسهل عملها. وإن شاء الله مطار المخا اليوم بتهبط في طائره، وبكرة سننفذ نفس الشيء في مكان آخر عندكم وفي أي مكان. فالبلاد تتسع لأكثر من مشروع. لا نخلي قلوبنا وعقولنا ضيقة مثل ما ضيقها علينا الحوثي. اليمن كبير وأكبر من الحوثي ومشروعه ومشروع إيران.